أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ونسق الآية يدل على تفاوت الناس في المراكب، فكل طبقة من الناس لها مركب يناسبها. أولها الخيل، ثانيها البغال، اللي ما عندوش خالص بيجي منه حمار. إذن فكل طبقة من الطبقات لها مراكبها المناسبة لها. وقد يكون واحد عنده الثلاثة وواحد عنده اثنين منهم. إذن فالحق سبحانه وتعالى قسم للناس أرزاقهم على مقدار ما عنده من الخير لكل واحد منهم قلة أو كثرة. وإلا لو تساوى الناس في الرزق، من الذي يقوم بالأعمال اللي احنا بنسميها خطأ أعمال دانية؟ أعمال دانية، مين اللي يكوس الشارع؟ مين اللي يبني؟ مين اللي يهد؟ مين اللي يشير تراب؟ مين اللي يشير طوب؟ مين اللي يقف في الشحم في الورشة؟ مين اللي الله؟ إذا المسائل ضرورية، إيه اللي بيخلي الناس تقف كده؟ رغبتها في أرزاقها. يحل له العمل، يبقى واقف كده بالورشة والبدلة بتاعة العمل بتاعته كده، الناس يقولوا عليها بدلة مزيتة، إنما دي هي البدلة اللي هي اللي بتجيب البدلة النظيفة. مش كده ولا إيه؟ إذن فلولا إن العامل اللي بالشكل ده عنده بطن تريد أن تملأ وجسد يريد أن يكتسي وأولاد يحبوا يكلهم، ما يروحش للمشقات دي كلها. ولكن هل هذه المشقات لأصحابها تدوم؟ أهو عمل الدنيا دول عشان كده. ولذلك إذا نظرت إلى أي واحد، أفقر واحد في الكون، تلاقي كل واحد له عرس، كل واحد له فترة كده شفها إيه، واللي يتعب 10 سنين يرتاح بقيت عمره، واللي يتعب 20 سنة يريح ولاده عمره، واللي يتعب 30 سنة يريح أحفاده. مفيش حاجة إيه؟ مفيش حاجة ضيعة. المهم قيمته ما إيه؟ ما يحسنه، ويرضى بقدر الله فيها. إن رضي بقدر الله فيها، الله يقول له ما دمت رضيت بقدري شوف أنا أديك إزاي بقى. ولذلك كل الناس اللي أنت بتشوفهم بشرف، حصل لهم غنى وحصل لهم مش عارف، انظر إلى بدء حياتهم، ارتضوا بقدر الله فيه، ما تملاش حقد على حد. ساعة ما يجي مثلا لصاحب عامل يقول كتر خيره والله اللي جد واجتهد وعمل لي سرايا كده بيبنيها علشان انا اشتغل وده يشتغل وده يشتغل وده يشتغل وده يشتغل، وبعدين ربنا يقول له والله لازم تعمل لك انت عمارة ونجيب الناس برضه تشتغل لك. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ضمن لكل طبقة من الطبقات مستوياتها، لانه عايز ناس تعيش في مستوى خاص. ليه؟ لان لو الناس كلها عاشت لاستنكف كل واحد ان يخدم الاخر، وبعدين تتعطل مسائل كتير ولا ما تتعطلش ايه؟ تتعطل مسائل ايه؟ كتير. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والنسق التعبير في خيل وبغال وبحمير يوم يخلي قال البغال في الوسط، لان البغل ده مش جنس، مش له ذكر وانتهى، لان بيجي من الجنسين الاثنين. بيجي من الجنسين الاثنين. والخيل والبغال والحمير لتركبوها ايه وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الله، ما تفتكروش ان هي دي وسائل المواصلات بس، ويخلق ما لا تعلمون. طب ما هو هيك ما يجيب لسيدنا رسول الله البراء، ما جاب لسيدنا سليمان البساط بتاع الريح، يحط البساط كده ويركب الريح. بس مش مسألة مكسورة كده بس، دي يعملها آيات وأجازات ومعجزات. وبعدين يخلق ما لا تعلمون، في الآخرة يدينا حاجات أحسن من كده، وفي الدنيا يخلي العقول تبتكر وسائل إيه؟ وسائل تانية، نركب الحنطور ونركب الكاريتا وبعدين نركب
يركب الكارو الاول ولا سوارس اللي بيقولوا عليه زمان ده، وبعدين نركب الايه الاوتوبيت، وبعدين نركب العربيات الملاكه، وبعدين نركب الطياره، ويخلقوا ايه ما لا تعلمون. وكل ما تتسع له الدنيا من ابتكارات ومخترعات داخل في ويخلقوا ايه ما لا تعلمون. وقد خلق فعلا ولا ما خلقش؟ اذا ان صدق في هذه فسيصدق حين تقوم الساعه. نعم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. مش في ناس دلوقتي بيقنوا خيل بس كده عشان يشوف منظرها كده ويروضها ويجريها ومش عارف ولا تعمل حاجة ومعيش عيشة ايه؟ طب مدام المسألة بقى سفر واثقال ونبلغ بلد ومش عارف ايه، دي المسائل السفر الحس بتاعنا ده، السفر اللي في الدنيا. طب اذا كانت الغايات البسيطه اللي هي الغايات الدنيه اللي في الدنيا اللي في الدنيا الدنيا ربنا عمل لها وسائل ومواصلات كده بالشكل ده وعشان يريحنا وتحمل اثقالنا ومش عارف ايه، تبقى الغايه النهائيه اللي هنروح لها في الاخر ما يبقاش لها وسائل؟ لازم لها وسائل. السفر الثاني ده يبقى لازم له وسائل تناسب، وسائل ايه؟ تناسب. فربنا قال ما دمت قد استمعتم إلي في أنني أعطتكم وسائل تحملوا أثقالكم وتبلغكم بلاد بلا مشقة وبلا تعب، فخذوا مني منهجا تسافرون به إلى آخرة فيها المتاع اللي مش موجود في الدنيا ده أبدا، ولما أوديكم ده تحمل ثقلكم كله وتريحكم وتروحوا تشوفوا النعيم وتعملوا مش عارف ايه، فاسمع مني بقى وعلى الله قصد السبيل. وعلى الله، شفنا قلنا منين بقى؟ وعلى الله قصد الايه؟ السبيل هو الطريق. ومعنى قصد هو الغاية المقصودة، انا قصد اروح الحته الفلانيه. واسم ده بيسموه مصدر، ياخد منه طريق قاصد. ايه يعني طريق قاصد؟ يعني طريق دغري كده الحته اللي انت عايزها، مش ملفوف وطويل، لان مين اللي عامله؟ ربنا. ربنا بده يوديك للغايه من اكثر طريق باقل مجهود. هو الطريق بيبقى قاصد ولا القاصد هو الذي يسير على الطريق؟ أم قال لك هو لم يكن اللي ماشي عليه قاصد إلا إذا كان الطريق قبله قاصد. من لما حبيت نرصف مثلا طريق هنرصفه لفين؟ لإسكندرية. قبل أنت ما تمشي فيه رصف الطريق مشي لحد إسكندرية، يبقى الطريق هو اللي قاصد، ولذلك لما تركب تمشي فيه يبقى ايه؟ يبقى قاصد. زي برضه لما يبقى معمول بميزان تقدر تعمله ايه؟ ولذلك حتى في اعرافنا العاميه او لغه التخاطب، واحد ماشي كده وبعدين في طريق في زحمه، تقوم تسال بتاع المرور الطريق ماشي؟ هو ماشي ولا انت اللي ماشي؟ يقول لك الطريق ماشي، يقول لك ماشي الطريق ماشي، لأن الطريق مشى قبل أن تمشي، الطريق مشى إلى الغاية قبل أن تمشي أنت. قال أول اللي يعمل الطريق للغاية لازم يكون الغاية كويسة. من اللي عامل الغاية بقى هنا في ويانة؟ ربنا. خلاص. وما دام هيعمل طريق مش عايز بقى مهندسين ويقعدوا يعملوا له، لا ده هو بقى. ولذلك حتى الشيء الصعب عندنا قوي اللي انت كده تكلم واحد يقول لك يا اخي، قول له بس خليها على الله يا اخي. الله. اذا اللي صعب قوي خليها على مين؟ ده لا لا لغتنا كده، خليها على مين؟ ارميها على جانب الله، خدها علشان دي. ليه؟ لانك انت تعجزك الاسباب، انما اللي خالق الاسباب هو اللي يقدر يعمل. طب تعالى بقى، يبقى الغايه التي نذهب بها من الى هذا الطريق، وعايزينه يكون ايه؟ طريق قاصد. قاصد يعني ايه؟ يعني ما يلفليش على ما لا اريد. طب ويلف على ما لا تريد ليه؟ قام قال لك لان الهوى يمكن يخطط، عايزين نعمل طريق من هنا الى كذا، هنمر بسراي فلان، فديها يا ولا يا مهندس، فدي دي ولف تاني.
طب وفاد الارض بتاع فلان وفاد الارض بتاع فلان وفاد الارض بتاع فلان، الطريق ايه؟ يطول عليك قوي، يبقى فيه ايه؟ منحنيات لا حصر لها. ساعة ما تشوف طريق بالشكل دي من غير ان توجد عقبة، ان اعلم بقى ان الشغل اشتغل. الشغل ايه؟ تمشي مثلا تلاقي واحد ريح زي التوفيق دي، تيجي تلاقيه عدل زي المشان. طب النيل معلش، لان النيل هو اللي عمل مجراه وبقى يمشي الماء كده، الحته اللي تلاقيها سهله ده انت تدركها انت وانت تبول في الارض. ما تبول كده تبص تلاقي الميه نفسها عملت ايه؟ ما عملتش مجرى عدل كده. حسب ما تلاقي من التربه السهله تحول وتيجي وتحول، النيل اللي عوج عشان كده. انما اللي احنا حافرينه ده، طب ايه اللي عوجه بقى؟ اللي عوضوا عشان العزبة بتاع فلان نفاديها، والعزبة مش عارف ايه بتاع فلان نفاديها. اما قال لك بقى الله هو عليه قصد السبيل، هو اللي عامله. يبقى لا هو ولا له صاحبة ولا له ولد ولا بيحابي ولا له نسائي، ما فيش حاجة ابدا، كله خلق بالنسبة له ايه. يبقى لما يعمل طريق الى الغاية يبقى طريق ايه بقى؟ طريق الى المستقيم. ولذلك اهدنا الصراط المستقيم، مش ملوي لأي هوى، مش ملوي لأي غرض، وإنما الغرض منه الغاية. وما دام الغرض منه الغاية بأيسر طريق في أقل مسافة. وعلى الله قصد السبيل. إحنا كنا قلنا في الآية إحنا بنقراها بيقول إيه، لما الحق سبحانه وتعالى جه للشيطان ويتحاور معاه، والشيطان يتحاور معاه، قال له بعزتك لأغوينهم إيه؟ أجمعين. إلا إيه؟ رجع راع مساوي، رجع راعي ايه؟ جيب كلب وقالها بملء بقه لأغوينهم ايه؟ اجمعين. وبعدين بقى ابتدى عرف مركزه، قال الا عبادك منهم من ايه؟ ما اقدرش انا عليهم. فربنا رد قال ايه؟ قال هذا صراط علي مستقيم. اللي بتاع عباد انا اللي عامل، ما بديش كويس اهي. وقوله سبحانه وتعالى ان علينا للهدى، لما خلقنا الانسان علينا ان نحط له ايه؟ الطريق اللي هديناه النجدين. وعلى الله قصد السبيل، كل دي تدل على ايه؟ على ان الطريق المرسوم للغايه غايته موضوعه من الله، والطريق اليها موضوع من الله، والخلق كلهم بالنسبه لله واحد. يبقى ما فيش هوى لا الطريق ولا عرضوا ولا عملوا مسافه قصيره ومسافه ايه؟ مسافه طويله. فاذا دي عشان الناس تريح المفكرين، يريحوا انفسهم من انهم يعملوا للحركه الحياه نظام بشري من عندهم. نقول النظام البشري اللي من عندك ده مش ممكن هيستوي، لان فيه اهواء. وعلى فرض انه لا اهواء فيه، فيه قصور في العلم، بدليل انهم بيعدلوا القوانين كل شويه. وبيعدل القانون ليه؟ لانه ساعه وضعه اولا لم يكن في باله ما جد، فإذا جد يقوم يعمل. لكن اللي عنده كل حاجة دي، يبقى قال أكملت وأتممت ورضيت، خلاص انتهت المسألة، لأن مفيش استدراك عليه. فعلى الناس دول بقى يريحوا نفسهم ويشوفوا الحاجة اللي لله فيها رأي يلتزمون بهذا. اللي ربنا تركه كده مباحنا أن نتناقش فيه، وربنا لم يترك شيئا نناقش فيه إلا إذا كان أمر يأتي على أي وجه، برأيك يجي وبرأيي يجي ولا يفسدك الكون. إنما اللي قال لك افعله بالنص ولا تفعله، ده هو اللي يجي منه فساد الإيه؟ يجي منه فساد الإيه؟ الكون. وعلى الله قصد السبيل، أي السبيل القصر، على من دي؟ من اللي يحمله؟ هو اللي يوضعه. وعلى الله قصد السبيل، ليه قصد السبيل؟ قال لك لأن من السبيل ما هو جائر، فعلشان نمنع الجرده يبقى هو يضع ايه؟ ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه؟ والارض. وعلى الله، شوف على الله، يعني بيقول انا المكفل به. وعلى الله قصد السبيل، ومنها اي ومن السبيل جائر. جائر في ايه؟ يطول المسافه عليك، يعمل لك فيه المنحنيات، يمشيك في مخاطر، كل دي اسمه ايه؟ جو. والسبل احنا عارفينها
انها لها عمدة في الطرفين، يعني من وإلى. من وإلى احنا بنقول من القاهرة مثلا الى الايه، عادة نقول من القاهرة الى الاسكندرية، طب ما هم من الاسكندرية للقاهرة، تبقى من هيجي مطرحها برضو ايه الى، والى هيجي مطرحها مين. وفي البين تلتفت تلاقي كل مرحلة فيها من وإلى، اللي تبقى من وانت رايح كده تبقى إلى وانت جاي كده، يبقى كل نقطة من النقط مرحلة من المراحل فيها من وإلى، اللي كانت من تبقى إيه إلى، واللي كانت إلى تبقى مين تبقى من. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. طب وليه منها جائر بقى يا ربي، ما كانت تيجي كلها كده واحدة؟ قال لك لا، تيجي واحدة يبقى بقى قهري على الطاعة. واحنا عايزين نشوف مين اللي يجي لنا بحب. احنا نقدر نخلق خلق ما ما يقدرش يحصل، انما المسألة مش كده. احنا قلنا ان القهر في التسخيرات يعطي قدرة الخالق يعمل اللي هو، لكن ما يعطيش محبوبية. المحبوبية انه يخلقه صالح لانه يبقى طائع وعاصي، وصالح لانه يبقى مؤمن وكافر ومع ذلك يؤمن، يبقى جاي وعنده ايه، جاء الى الايمان وعنده طاقة الاختيار بين البدائل في الكفر، يبقى جه ليه؟ يبقى يحب. واحنا ضربنا مثل قلنا الحب ان في واحد عنده اثنين خدم او عبيد، واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد، سعيد مأيده بحديد ولا ربطه بحب، يا سعيد ساعة ما يقول له يا سعيد ويشد كده، سعيد يقدر يقول لا ما جيش. طب واحد تاني بقى، التاني سايبه حر، يقول له تعالى يا سعد، يتم جاي مع انه مش مربوط، يبقى نقول مؤتمر بالامر، اللي هو مختار مش مربوط. فالقصر يدل على تلاقة قدرة الخالق، وترك الاختيار لخلقه يدل على ان اللي يجي جاي بايه، جاي بحب. واحنا قلنا امبارح قلنا الله يريد من عباده قلوبا لا قوالب. ليه؟ لان القلب ده ما حدش يقدر يسيطر عليه. في واحد يقدر يقول تعالى قوم يا ابني اللي يضربنا او يشدني كده ياخدنا، قدر على ايه؟ على القالب. انما هل قدر على قلب احبه؟ ربنا عايز ايه بقى؟ ولذلك قلنا في الآية فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنا مش عايز أعناق، أنا عايز قلوب يجيني هو عندي قدر إنه ما يجيش، أدل لنا. ولو شاء لهداكم، لأنه خلق خلق مهديين. طب ما هو كل أجناس الوجود، كل اجناس الوجود، احنا قلنا امبارح برضو ان كل اجناس الوجود ماشيه ايه بالاجماع. الايه ايه يا سيدي؟ الم تر ان الله يسجد له ايه من في السماوات ومن في الارض، خلاص من ايه، من الملائكه اللي متدارين عنك دي، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، دي بالاجماع ولا لا؟ وعند الانسان قال ايه؟ ما قالش ايه والناس، قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى انقسمت فين؟ انقسمت عند الاختيار، انما عند التسخير ما حدش يقدر. يبقى لو شاء لهداكم اجمعين، وقد فعل، وقد ايه فعل في بقيه الايه الاجناس الاخرى اللي هي كل حاجه، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، مش كده ولا لا؟ ويجي هناك يقول لك كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل شيء في الوجود عارف ايه صلاته ايه وتسبيحه. امال احنا قلنا ليه انه لما جه ميلاد المصطفى عليه الصلاه والسلام الكون كله شجر وهو مضر وجبال وحيواناته كلهم فرحوا بالمقدم؟ اما قال لك لان الانسان الشاذ ده هو اللي تعب الوجود كله. يبقى المكان كده يشوف واحد بيعمل معصية، يبقى المكان الطائع المسكر ده اللي مش عارف ايه يزعل منه ولا ما يزعلش؟ فالرسول اللي جاي ده هيهدي الناس عشان تنسجم معنا،
ويبقوا كويسين كلهم، يبقى يفرح ولا ما يفرحش؟ يبقى يفرح. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين، اي كما هدى الاشياء الاخرى، ولا فيش حد خرج عن نور. الشمس عصيت، القمر عصي، النجوم عصيت، الهواء عصي، مفيش حاجه من ده ابدا ابدا. تيجي انت تيجي مثلا للمواشي اللي عندك، مثلا تجيب مثلا بغل ولا حمار وتقول خلوه يشيل سباخ ويتوسخ بالسباخ ويشيل الوحل ويعمل مش عارف ايه، وتقول لا هاتوا ده خلوه كوبا ليا، وتقول له طقم فضه كده وبرداع حرير ومش عارف ايه، ما عصيش. وبعدين تنقله ويعمل ولا فضي عصي ولا فضي عصي ابدا، مسخر ولا فضي. نعم. يبقى ولو شاء لهداكم اجمعين، وقد شاء في غير الانسان، وقد شاء في غير الانسان، والثقل الثقلين اللي هم الانس والايه والجن. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. والذي أنزل من السماء، السماء قلنا عليها كل ما علاك فأظلك، كل شيء يعلاك كده يبقى ظلل لك، يبقى ايه؟ يبقى السقف سماء ولا مش سماء؟ يبقى السقف سماء. والسحاب اللي فوقه يبقى أنزل من السماء، أي من جهة السماء أو من السحاب اللي هو فوق إيه؟ فوق دماغ. وهو الذي أنزل من السماء ماء، هو الذي أنزل من السماء ماء، لا أنزل من السماء ماء ده كلمة كده بسيطة قد كده، إنما شوف المعاني اللي حواليها، مش جاب ماء كده وراح منزلها، ده عملية كيماوية معقدة يعرفها اللي قاعدين في الصيدلية عشان يقطروا كوباية مية. شوف يعمل ايه، يجيب الموقد ويجيب الوعاء ويجيب المية ويحطها تغلي، وبعدين يجيب انابيب من الزجاج ويخلي البخار يطلع ايه فيه، وبعدين يجيب تلج ولا حاجة يلف الانابيب دي يقوم يكثف البخار ثم تنزل قطرات عشان كوب مية. شوف المعمل قد ايه. كذلك انزل من السماء ماء، مش عملية كده ليه؟ أما قال لك دي عملية واسعة، إلا بالله الماء المالح أو البحار دي بالنسبة لمساحة الأرض قد إيه؟ ثلاث أرباع، ثلاث أرباع مسك، والربع إيه؟ يبس. شوف ثلاث أرباع مية علشان تخدم الربع يبس. ليه؟ أما قال لك لأنه ما دام عايز مية يبقى عايزين رقعة مسطوحة واسعة، عشان لما بتكون الرقعه واسعه يبقى البخر ايه سهل. احنا ضربنا مثل مره وقلنا لو جبت كوبايه ماء وحطيت فيها الميه وسبتها في الحجره وجبت شهر، تقوم تيجي تلاقي نقص منها قد ايه؟ سنتي يا دوب السطح، يا دوب التفخير عمل كده. طب خد الكوبايه دي نفسها وسيق بها حجره كده واستنى ربع ساعه ما تلاقيهاش. ليه؟ السطح الواسع خلى البخر إيه؟ يبقى علشان اجيب بخر يبقى لازم اعمل سطح ايه؟ سطح واسع، يبقى ثلاث ارباع بقى ميه السطح يبقى ايه؟ علشان يطلع ايه؟ البخار. والبخار لما يطلع بقى يروح بقى عايز منطقه برده، لما يجي المنطقه البرده يتكثف تاني فينزل قطرات ايه؟ ميه. وبعدين ربنا يبعته للجهه اللي ايه؟ ان ربنا عايز يرويه. ومن العجيب ان يبقى السحاب مكون ويجي من حته ويرمي في حته يمكن ما تنتفعش بيه، الميه اللي انت بتنتفع بيها من النيل دي على هضاب الحبشه ما بينتفعوش بيه، وهي جايه لك من ايه؟ ويصرفه عمن يشاء، مش كده؟ يصيب به من يشاء ويصرفه عم ام ترى ان الله يزجي سحابا. نقرا الايه كده. نعم. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب، الاول انتم تشربوا لان ما تقدروش تشربوا الماء الملحه، هذه واحده. وينبت لكم الايه؟ الزرع اللي هتاكلوا منه. يبقى انا كل من يشرب يشرب من الميه دي، وكل اللي يزرع يزرع من الايه؟ من الميه دي. لكم منه شراب وفيه ايه؟ شجر فيه تسيمون. كلمه شجر
يدل على النبات اللي يلتف مع بعض. ما تقول في حصلت مشاجرة، مشاجرة عن ايه؟ هنا تدخلنا ببعض بقى، اهو شجر يعني دخل في ايه؟ في بعض. الشجر ده انواع، فيه مغروس لمالك وفيه طالع كده لوحده. اللي طالع لوحده ده ملك الكل، تسيب فيها الدبة كده تسوم تاكل من هنا تاكل من هنا، ده مش مملوك لحد. فيه تسيمون من سام الايه؟ من سام الدبة، تركها في المرعى اللي غير مملوك لحد، اللي غير مملوك لحد، اللي هو كده نبات طالع كده زي اللي بنشوفه في الصحاري والبتاع. ولما لما تاكل منه تقوم هي ماشيه تنقب. احنا عندنا في الفلاحين لما تيجي تاكل كده تقول نقبت، يعني ايه؟ يعني قعدت تاكل لحد الجدر. ما شفتوش مثلا مواشي مربوطه في برسيم كده وبتاع وحاجات زي دي؟ تقوم تترك مسارب ومعلوم علامات ان هنا دواب ايه؟ ان فيه تصيمون، يعني يعمد يتركوا على ايه؟ علامات. وتلاقي فيها البعر وتلاقي فيها المش عارف الايه وتلاقي فيها. ولذلك الغير او الارض اللي فيها مثلا نبات ولا فيش حد ابدا راح له ولا ماشيه ولا اي حاجه يسموها الانف، روضه ايه؟ انف، يعني ما حدش ايه؟ جه ناحيتها ولا خد منها ايه؟ ولا خد منها انف، كانها انفت ان يقتفى منها ايه؟ كانها انفت ان يقتفى منها ايه؟ شيء. وهو الذي انزل من السماء، هو الذي انزل من السماء ماء، الماء العذب يعني، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، اي ترسلون المواشي ايه؟ لترعى فيه بدون ايه؟ بدون مانع من ايه؟ من احد، يسموها السائمه. ينبت لكم به الزرع. يبقى اكن الشجر اللي هو ما حد زرع وكده طالع كده، انما زرع عايز زارع. ينبت لكم به الزرع، ثم يخص الوانا من الزراعه اللي لها اثر في الحياه، والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات. هنا الزيتون يدي مادة ايه؟ دهنية كده. والعنب برضو يدي مادة ايه؟ سكرية. والنخل يدي مادة ايه؟ برضو سكرية. الله، يبقى اذا الغذاء بيجي ايه؟ قال لك ما هو انت لما تيجي تشوف الحصيلة كده انها سكريات والنشويات والبروتينات، هي دي اكن دي العناصر اللي ايه؟ ولذلك هناك عند قول الحق سبحانه خلقنا الانسان في احسن ايه؟ والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن ايه؟ في احسن تقويم، يعني جعل الدهنيات والبروتينات والاشياء اللي هي الغذاء. ولذلك لما يحبوا يدوا القوت ما ياخذش مسافات في التخزين والحمل كالحبوب مثلا، يقوموا يعملوا غذاء المركز. الغذاء المركز يعمل لك قرصين اثنين، الواحد ياخدهم يديله ايه؟ طب زي المريض مش بيجيب له جلوكوز؟ الجلوكوز ده ايه معناه ايه؟ وهو ده يعني بيدي ايه؟ غذاء مركز، بس قبته انه بيخلي الايه؟ الامعاء تنكمش، لو يطول الامعاء تدمر. يقوم عايزين حاجه اسمها ايه؟ اللي بيربوا مواشي يعرفوا ان في حاجه غذاء غذاء مالئ، في حاجه تغذي وحاجه تملئ. لما نجيب المواشي ونأكلها تيب مثلا، التيب عشان نعمل تعمل بيه ايه؟ علشان يملى الايه؟ الامعاء، اسمه غذاء ايه؟ ما ويأكلوا قش الرز مثلا، وبعدين يبقى فيه غذاء وحاجه اسمها ايه؟ ماده ما ايه؟ ماده مالئه. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل، ينبت لكم. اوعى تفهم انك انت اللي بتنبت ولا بتطلع. ليه؟ قال لك لانه هيقول في ايه ثانيه، افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. انت يا حلو بس حرثت الارض، بس حرثت الارض المخلوقه لله مش كده؟ بالمحراث الحديد اللي ربنا منزله،
والبتاع الخشب اللي شادد الحديد برضو ربنا اللي عامله من الشجر، وقعدت تعمل القط كده بعقلك وبطاقتك، كل دي مخلوقه لمين بقى؟ اوعى تقول انا بزرع بقى، تقول انا بحرث بس، وربنا اداك حقك وقال افرايتم ما تحرثون، بس اياك تقول ايه؟ انني بزرع، اانتم تزرعونه ام نحن الايه؟ الزارع، احنا اللي بنزرع. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات. دي اسمه عطف عام على خاص، ما هي دي ثمرات كلها، انما عطف عام على ومن كل الثمرات، اي وبعض كل الثمرات، وبعض كل الايه؟ مش كلها، بعضها، لان هيجي لنا حاجه تانيه قدام لسه ثمرات كتيره قوي قوي. ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. يبقى اذا معنى يتفكر يعمل فكره في معطيات الكون، ثم يبحث عن موقفه من هذه المعطيات ويحدد وضعه بالضبط، يجد وضعه غير فاعل وانما وضعه قابل لان يفعل. بس اتفكروا كويس كده. ان في ذلك لايه لقوم، قوم يتفكرون، اي ما قالش المتفكر واحد، كأن الله يريد أن أفكارنا تتسالت، اللي عنده لقطة فكرية تؤدي إلى الله لازم يقولها للتاني، يبقى عايزين نعمل إيه؟ نعم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. احنا فين نقول فيه فكر؟ فيه يتفكرون، فيه ايه؟ يتذكرون، فيه ايه؟ يتدبرون، فيه يعلمون، فيه يفقهون، حاجات ايه؟ كل دي العملية دي بتؤدي الى الايه؟ الى العلم اليقيني. لما يقول يتذكرون كأن سبق إلمام بها ولكنك نسيت. كلمة يتفكرون دي هي الام، شغل فكرك فيها، ودي اول مرحلة. لما تشغل فكرك فيه هتعوز حاجتين اتنين، تنظر الى معطيات ظواهرها والى معطيات ادبارها. ولذلك افلا يتدبرون القران، اوعى تاخد الوجه بس بتاع اللفظ كده، شوفوا يدي مدلول ايه من وراء المعطيات الخلفيه، وبعدين كده تبقى فهمت، ولما تكون فهمت تبقى علمت. يبقى مراحل او فكر، ادي واحد، وبعدين ايه؟ تدبر، ولما تتدبر تبقى ايه؟ فقهت، واذا فقهت تبقى ايه؟ تبقى علمت. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. مش قالش والنجوم، ما هو بيقول سخر ايه؟ الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، ولا والنجوم كلام جديد، والنجوم، وخص النجوم اللي هي اقل الاجرام بجمله وحدها، يعني ليل ونهار وشمس وقمر كلهم متعلقات فعل واحد. سخر لكم ايه؟ الليل والنهار والشمس والقمر. ام قال لك ايه؟ لان الليل والنهار آيتين واضحتين نعرفهم كويس، أو الليل والنهار عارفينهم، والليل يناسبوا إيه؟ القمر، والنهار يناسبوا إيه؟ تبقى كلها نسق إيه؟ واحد. والتسخير معناه قهر مخلوق لمخلوق ليؤدي له مهمة لم يطلبها. أنا ما قلتش للشمس والنار بتديني حرارة وتديني دفء، ولا ماليش دعوة بيها، إنما هي بتديني مهمة أنا ما إيه؟ ولا قدرة لي على إيه؟ عليها، لتعطي او لتمنع. لو كان لنا قدرة عليها لتعطي وتمنع كان يجي واحد يقول للشمس ما تطلعيش على مش عارف مين، ما تطلعيش على مين، زي الحاجات التانية اللي بتبقى في ملك الناس يمنعها ولا ما يمنعهاش، انما هو قال لا، الحاجات العليا دي ما حدش يتناولها. ليه؟ لان نظام الكون الاعلى عايزها، ومش عايز يجعلها في ايد مين؟ في ايد حد. ولذلك احنا قلنا في مقومات حياة الانسان زمان، قلنا انه المقوم الاساسي الهوى،
وبعدين بعد منه المية وبعدين بعد منه الايه الطعام. انت تصبر على الطعام قد ايه؟ شهر، على مقدار ما فيك من سمن يغذيك المدة دي. وتصبر على المية 10 ايام او من 3 ل10 على مقدار ما فيك من كميات الماء، ولكنك لا تصبر على الهواء لحظة. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد أبدا. وسخر لكم الليل والنهار، وقلنا التسخير بقى كل حاجة لها ايه مهمة، ومدام كل حاجة لها مهمة اوعى تقول ده ضد ده، ده متكامل مع هذا متكامل. يبقى الليل مش ضد النهار، بيكمل النهار. ليه؟ أم قال لأنه هو قايل في آية تانية ومن رحمته جعل لكم الليل ايه لتسكنوا فيه ولتبتغوا. يبقى الليل له مهمة ولا لا؟ والنهار له ايه؟ هل انت شيئين لهم مهمة ويا بعض تقول ده ضد ده؟ لا ابدا. ما هو ده الغلط في انك انت تجعل المتقابلين او المتكاملين متضادين، زي الرجل والمرأة، حقوق المرأة وحقوق الرجل، وقوم بقى وعداوة ومش عارف ايه. يا شيخ متكاملين، لازم يكونوا الاثنين ويا بعض. ولذلك تجد في القرآن يستهل الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا إيه والنهار أدي الليل وما خلق الذكر. يبقى متقابلين ولا متضادين ولا إن سعيكم لشتى. كل واحد له إيه؟ كل واحد له مهمة، وما دام كل واحد له مهمة يبقى لازم تقول دول متكاملين. ليه؟ لأن لو ما فيش الليل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ده أنت انسهرت ليلتين على بعض ما تقدرش تنزل الناس. يبقى لازم يديك بعد كد النهار ليل ترتاح فيه عشان تصبح إيه؟ ولا عشان تفضل تنبل؟ فما كنتش هترتاح. ولذلك الذي يحمل على نفسه يومين بدون نوم قد يؤدي شيء، انما ثق انه حينام بعد كده اسبوع، حينام بعد كده ايه اسبوع. انما مدام ربنا جعل الليل كده، اجعلنا الليل لباسا والنهار، هات لي واحد بقى كده من مجرد ما يصلي العشاء يروح ينام في فراشه، تلتفت تلاقيه على الفجر كده قبل الفجر صحي، وصحي ايه؟ شبعان نعاس، لانه نوم او سبات لا مقلق فيه، كل حاجه ساكنه. يوم النوم يبقى كويس، يوم يجي بقى يصبح الصبحي ما يقولش والله الصبح فاتني، وبعدين يروح لهناك بقى بدري يروح لشغله. وبورك لأمتي في بكورها، جرب كده كام يوم كده تصحى بدري وشوف الكون، تنفس قبل ان يبسل هواءه. كنا بنشوف الريف زمان كده بعد العشاء ما تلاقيش حد منها، انما الفجر تلاقي كله ايه كله صح، كل واحد رايح لايه لعمل. انما دلوقتي مساله بقى الفيديو ولا الفيديو بتاع الايه يسموه ايه فسخر لكم الليل والنهار، يقول لك حضاره. واحنا خد ادونا حصاله الحضاره، وهم لا، هم لا. تروح اي بلد من البلاد دي تلتفت تلاقي الساعه مثلا المغرب على كذا، كله الا مثلا كان علب ليل الناس البايظين ولا بتاع، انما كله رايح. ويصبحوا الصبح بدري في شغلهم، ويجوا الظهريه يخرجوا يبقوا بيجروا عشان ياخد سندوتش كده ايه ياكل، ما هم اصلهم معذورين، اللي ما يعملش كده يموت من الجوع. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. اشمعنى دي خدت جمله لوحدها كده مستقله؟ هم قال لك لان اصل ظاهره الليل والنهار واضحه، كل واحد عارفها، والشمس والقمر، انما نجومك منها ايه ايه، ويمكن ما نقدرش نتباينها لكثرتها بقى ومساحتها مش عارف ايه. فربنا قال اسمعوا، ده دي مساله مهمه، والنجوم المسخرات دي بيبقى لها الجمله لوحدها. يا سلام. ام قال لا، ولذلك يجي هناك الايه
فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أنت عارف النجوم المتبحترة دي في السماء إيه مهمة كل نجم؟ أنت لما تيجي النور ينطفي تقوم تروح على الكبس ولا البتاع تشوف إيه يعني؟ إنما أنت شو ما عندكش فكرة عن اللي ورا النور اللي في بيتك ده إيه؟ عمليات إيه؟ اكشاف الشوارع وبعدين اللي مش عارف المحطات اللي الامداد ومحطات التقويه ومحطه مش عارف التبين وحط شغلانه ودي اللي بتشوفه هنا وبعدين تشوف من ده بقى المصانع اللي عماله تصنع دي عمليات عشان لمبه نور تهيلك اشياء لا حصر لها. وقبل المصانع ما تعمل المهندسين قاعدين ومش عارف هو الى اخره عمال عمالين يطلعوا النحاس عشان يعملوا منه اسلاف ويطلعوا الحديد عشان منه يعملوا منه الات ويطلعوا المواد عشان يعملوا منه الاستقطاب وعملوا عشان المغنى الله الله شغلانة كبيرة وكليات قاعدة عشان تبحث في المش عارف الايه الله 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 وعمليات الزجاج يبقى اذا انت لما يجي لك الاثر الواحد ما انتش عارف اللي وراه ايه اهو الكل متحمل على بعضه كده. فربنا بيقول فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون لو عرفتم النجوم دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه ودي بدا ايه ده مش عارف ايه تعرفوا القسم وعلامات وبالنجم هم ايه يهتدون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. كلمه بامره يعني لان كونه ايه زي ما قلنا واذنت لربها وايه ساعه ما تسمع الامر على طول الايه التنفيذي. المهم مش المامور به بس الامر يصدر مش حد. نعم. والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم ايه يعقلون. شوف بقى يعقلون ده العقل. العقل ده الناس فاهمين ان هو ربنا خلقه عشان تربع بيت في الكون وتقول اللي انت عايزه وتكلها. ده العقل ده علشان يعقل فكرك. والى لقائنا اخر.